طال اليوم عليكم في إطار هاي الجريمة اللي خلقت مؤخرا في المواذيبو. كنت نتمنى نعود طليت عليكم في ظروف مغايرة يقار الإنسان ما هو أكبر من القد اللي يجيب له ربه. الحياة تجيب لنا ياسر من الكدرات وياسر من الحمد لله الأهوال وياسر من المصائب، وإن شاء الله يقدرنا مولانا إن شاء الله على صبرها. وارتئيت على عني عدد البث اللي قاع زمن لا نختن عدد البث فما يتعلق بالأوضاع العامة في موريتانيا، وواحدين ما جاد عليهم على عنده كم مترابط الناس عاد تسلخ الانبجيات والحالة العامة الموريتانية واللصوص راكبين في إكسات، الناس جاد عليهم عنده ما مترابط قصف الهم وتوف. هذا طايح فيه لا شعب الموريتاني. وخيرت بكم شباب، خيرت بكم. هذا من المؤسف جدا، وإنسان الحمد لله وضعية العامة في موريتانيا ما هي صار أحد، ما هو شوي من الإماعات اللي لا مكان لهم في التاريخ ولا الجغرافيا من ملمعي الأنظمة المتعاقبة على موريتانيا، ولن يضيع شيء إن شاء الله. هذا الخلق كان مازال يجمع يوم إن شاء الله لا تضيع حتى الدابة القرنة اللي ينقبض منها القصص. هذا هو المولد خلقاتنا حقيقة. وسمحوا لي أنا أفكاري ما هي متناظمة، اللي نحاول على أني بضبط معاكم ونعرجوا شوي على المواضيع كاملهم، نعطيكم اللي الحالة العامة. الأخ الأكبر الحمد لله تعرض للمصيبة البارح، والهدف من ذا البث هو نقول لكم على عنا ذا ما نكبر منه نحن، ولكن أنتم أكبر منه، ولا يجب لكم مولانا الماء قد يتلو على شيء. أنا حال أتكلم معكم من صميم قلبي، أخويا قرت عيني نتكلم معه ياسر دايم عظم شيء الحمد لله على المقادير. ثم نتكلم معه إنين يجوني فيديوهات، والله الشات نيتو دي تذبح، الشات نيتو دي تذبح، أرحم ذبحها من الوضعية اللي كان هو فيها. وهذا عجيب وقريب، ليه ندخل شوي في موضوع الجريمة اللي خلقت يامس. ما يامس والله البارح أنا قاعد من ديك الساعة ما فترقت لي الآن الحمد لله. يقر رب مصيبة تفتح عينيك لياسر من فضل مولانا ناسي عنه، تمنينا الحمد لله تفتح عليه عينيك تشوف. احنا قلنا هذا الحمد لله فتنا يعني قنطنا منه ومر بخطوات اللي سبحان الله الإنسان اللي لا يسلم أمر المولانا ويفوض أمر المولانا ويجي القضاء ذاك المكتوب ولن يصيبك ما هو ذاك الكاتب لك مولانا. يجوا يتحقوا آيات مولانا سبحان الله نشاهدهم، وذلك كنت ما قلت لكم ما كنتم أبعد منه ولا أبعد منه نحن، اللي الحمد لله يجون المصائب ويجوكم توا مصائب. فمياسر من الناس مكلومين في أهاليهم، نحن كافينا من عندنا مكلومين في وطن، نحن حتى مصابنا ما عنده حجم. نحن مدة بلا مسكن شعب موريتاني، عاد أحقر الشعوب، ولاني من الناس اللي فاضن بين الشعوب، أحقر الشعوب اللي نحن نتمكنوا من وراني عندي احترام خاص للشعوب المالية والصومعة المالية العلمية، شعب كريم عاد يأخذوا أراضي القوم هذا، هو ما خلقين قوم ما فيهم أراضي وهم الأخيار، عادوا حاقريننا يوميا يذبحون.
لأيام كارد نفسي عن نتكلم في الموضوع كارد تتابع الأحداث إذا كان مترابط. أنتم 35 موريتانيا ذبحت اللاكل من البل يؤخذ موسى دمبالو. نحن برئيسنا أسوال ما أنا ما أنا ما أنا أنا شخصيا أنا بلا رئيس. التراب اللي قالها موريتانيا وذا من الحملة الانتخابية وذا من أسقاريد وذا اللي قاون اللي يجوا يعدوا الحفلات هذه الناس كاملة مشاركة في النوم الإجرام. وهي المنظومة كنت شاد أخبار مع واحد الشباب قال لي أخوذها متى يحمل أخوذ إحنا بلا وطن. موريتانيا هذه عاد تشابه لاش تمينا بلد فيها من الناس اللي يقولوا لك مسالمين سلميتنا وكذا كل عمران نعدل ونذبحوا من سلميتنا هاي طاحت فينا اللي ياسمها لا دنا طبعا لا دنا نعادوا الأجانب يجونا فهم يحقرونا ويذبحونا كلهم يمشوك عابو صحاح. شفتوا هاي المنظومة قلت له تمون اكتبيه مسألة واحدة قال لي أنا اختار قال لي لا الشيء يقلب لي الأرض كاملها. قلت له شفتي الارض كاملها لا قال لي ها هو لا نيني وفا واحد يجي واحد اخر يقول له شو شفتها. قلت له هذا 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 المخزي اللي حاليا يحكمونه المنظومه. قلت له اضعف من جناح بعض هي منظومه ذي المنظومه مرجنها شاط شاطت دابد من نهار من الايام ينقلب سفاها على لها. ولا لا تشكوا عني اتكلم عن انقلاب موريتانيا جاوا فيها انقلابات سينما اللي نظام يجيب نظام آخر من نفس الجميع. حكى لنا منظومة من زمن مختار دادار يرحمه اللي جد على كان جد اللي عن دولة على دولته والله دولته هو محيطه الخاص به وحزب الواحد اللي مشى عنا نصارى وجاونا مسلمين اللي هو مختار دادار والحكم اللي معاه يحكمونا بالرصاص. لا وبدل المستعمر توب النصراني كنت قاعد قلت مقاط فيه موس مقاط فيه مدفع جاك بلو مسلم مولانا لا اله الا الله محمد رسول الله والصلاه وطاق طاق المراد وكان راس هو الملي سياسات الاستعمار لان خيرات البلد اللي تعدم بيناتهم. ولا تقولوا انه هون كان ذاك مسقم وذاك معوج موريتانيا ما قدرش عليها حد معوج هاي اصحى يفهموا. ولا تشكوا عني هون عني خالط السياسه بأمور عائلية بكذا ده مترابط كامل. حنا نهارنا عندنا حكومة صالحة وعندنا منظومة صالحة وعندنا نخبة صالحة ما هي من نخب معارضة اللي شفتوا حالا اش تسوى. أقسم لكم بالله ما تسوى عشرقية عندي أنا هذا هاي المعارضة ده الخليق اللي كان قط قال عنه من المعارضة ما يسوى عندي عشرقية. وقلت لصاحبي هذا قلت له المرجن الشاط قلت له من تحت ودات مولك داعب يجيب مولانا نهار ينقلب المرجن سفاها على علا ولو يجيب له مولانا زلزال كان احنا اختاروا قاعد لا يقلب مولانا سفاها على علا الامور مازالت تاخذ سيطره وسكتوا فامكم ما بالانقلابات وسينماهات وانقلاب ابيض وبدون رصاصه سينما حد يفهم منه. جات مجموعة من العسكر جاءت المؤسسة العسكرية ودخلت المؤسسة العسكرية اللي هي جيشنا الوطني اللي نحن متمسكين به سيطروا عليها خمسة ولا عشرة هم الكراطة اللي نهار من الأيام الدور جاي نفخة بسيطة أفتنوا لا ده بسيط ده. قال لي أخوانا قال لي قنط قلت له أنا من نشتي ماني قانط من أنا ما يقنط حد من رحمته. الدور جي نفخة بسيطة أبسط لك مما تتصور ودي الكراطة كاملة الدور يزرقها مولانا بالبحر. هذا إيماني المطلق. واللي هي تراب موريتانيا اللي حالا احنا معدلينها دولة مسيطرة علينا هاي المنظومة هي منظومة موريتانيا كانت منظومته يتم كنا شفتوا حالا وزير الدفاع حالا هو الرئيس المقبل هاك حد يعرفه ليش تجحدوا عن روسكم والله تحاولوا تعدلوا انتخابات مدنيه ويجيكم هو لابس دراعه وتطرح قدامه الحيره قال لكم
اه الحمد لله وليش سيفراج الكتورال وفي لعبه ديمقراطيه، صدقوا في نصف الكلام وكذبوا في نصفه الاخر. هي لعبه بيناتكم انتم الخمسه، والمعارضه ليه تقبض، ليه تقبض طشه من الجاتو تبنى بها من جيبناتها. قاع الموقف ما هو موقف حقيقه، انه من الكلام انا صايم ما عرفت نفطرنا. يقر الوضع سيء جدا. فيديو الاخ اللي اخويا هذا اللي طاح يامس واللي دم مشلي، شك عن واحد منكم اخوه دولنا؟ هذا مخزي المغربي المكسور الايام اللي قالوا لنا واحدين كذا المغرب كدا. المغرب نحن نعرفه بالله عنه دوله جاره عزيزه وبلا بدون مقالطات، حد ما يتم يعمم المغرب يقطع عاد يجوا منه التجار كانوا يسافروا. انا الحمد لله جدودي منهم، من امي شرف متعدني جاي من فاس، رافدين العلم ورافدين التجاره وساهموا في بناء الدوله الموريتانيه ولا قبضوا عليهم خمس وقيات. قط عاد يجون هذيك الساعه مازال يمشي لحد امور واضحه، يجون التجار ويجون الناس اللي متعدله وهل الدين وهل العلم وطلبه العلم. قام الساعه اللي فتحوا الحدود عاتيك الخضرة اللي تجينا من فم، اللي نحن شاكنا رحمة وفي باطنها العذاب. عادوا كمايني يجو فيهم شي من الشمكارة شي من بنديات الديو حتى المغرب قاع ما حاملهم، ونحن يدخلوا فينا ما يدخلوا في أرضنا. عادوا حالا ياسر فهم هم اللي عادوا جرائم، رايم كان هوك عادوا جرائم هوك. علاش إنسان قال عنه عنده وزارة داخلية وتمنح تأشيرات والحدود ما هي مفتوحة، إنسان عنده سوابق هذا ذاك النهار الطفل اللي في البورصه متشخ بماس تشخو، واحد من هذو مقاصر الايام اللي يحشوا يدرقوا تشخ خويانا هذا متحمل عليه جماعه عصابه معدله جريمه عن سبق اصرار وترصد. عندكم مده عندها وزاره الداخليه، ما عنده وزاره يسوى شنو هي، عنده شمر رؤوس في منظومه بائده سخيفه لن تنال مني شعرة من الاحترام. ولا نقول الكلام لأني حالا في كندا، والله كنت في باريس، أنا موريتاني أول لايف عدته من موريتانيا، لأني حويقر حد كامل يتخبز هذيك الدولة، ما عندي لوم حقرة. وحر مولانا قايل عنه حر مولانا يجي جميع على الفم توكلكم وتوكل ميزانياتكم وتركب هالكم فيكسات وتسكن هالكم فيلل وترابات، حتى تراب مسلم مولانا الشاريه فهم ما تامن عليها الجميع على كيفته، لا تنال منكم احترام. ونحن لاك ما يعذبنا مولانا بذا الخليق اللي هو اللي يتم يلمعهم، وذو الصحافه اللي شارينهم ولا صحافه كامله، واي حد قطع قال فيهم كلمه كذب لتلميعهم شريك في الدماء اللي سايله، لو يسال يوم القيامه عن ذا اللي خالق. واذا ماني قايلوا لي ان خويا يا مستعرض للحادث قضاء وقدر وراضين به. وين هو الوطن؟ وين هم الحالات المستعجلة؟ أدويتنا من نقيس، ذهبنا من نقيس، نواديبو هذا اللي فيه تراه يوميا يجي مسروق من جميع المعادن المطحونة، يقول لك الحديد قد شفتوا كجة فيها لا الحديد، قد شفتوا كجة فيها لا الحديد. الذهب اللي الناس تقب عنه فهم هي الكجل سنطحة ما فيها ذهب. يقام هاملي يشدوا معكم اخباره يديروا في اكترا يقوم يربع يوميا، حتى المواطن اللي يملك الحديد ذا العالم المواطن يملك ثرواته ما اعطاه مقعد يقد يقعد فيه يسافر من بين زويلات مدينتين عملاقات، مدينة صناعية معدنية ومدينة اقتصادية. نوالي بخطوني مدينة اقتصادية وراينا ناسين عن الذهب اللي حداهم يكدد تازياست كينروس، ولأننا متكلمين عن الحوت أجود أنواع الحوت وأغنى شاطئ في العالم ويصدر لهم من وديب. هذا ثلاث مسائل، فرنسا اللي دولة متطورة عندها لا ربع، عندها لا ربع حالي نعتبره حالي، عندها لا ربع، لا ربع اليابس، هذا هو اللي عندهم من الثروات. نحن ثلاث ملايين عندنا من الثروات
يقعد لنا رئيس بنانا به مولانا يقول لنا انتم شعب فقير، ناد مقندة، ناد من المليارات ما تحس بهم قاعدتو، ما تتمطق حرق لسان. ده اختوني ده صح بصفتو دي. انت يجيك حد يقول لك عن ذا السماعة، مين قالوا السماعة؟ مين قالوا السماعة؟ هذي ذا الفوكم قالوا تراب الأرض اللي تمشوا عليها بقدميكم، ليه تقوم تخلص قدميك؟ ما تعرف كانوا راسك والله كراك؟ شفتوا عندك كامل مترابط يبرك بجماعة شرس بانيا كاذب عليهم، يقولوا لهم انتم دولة فقيرة وحانين الخلطة وكذا. كذبت سيد الرئيس، كذبت. وراني صايم وتايب مولان اي رواية قد ما سمع اي رقاش يقول انا لا احترمك كشخص ولا احترمه اي حد يجينا فهم يقبل ثرواتنا ويكذب علينا. وموريتانيا جاي وفيها شهر تقريبا، لكن مولك عندك عدرو سمعت ايش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وزارة الداخلية يا الله انتم تعرف هذا الناس اللي يجونا معاه الخضرة من هما يجوا معاهم سابق يعطون فيزا يقبضوا لهم تعريف يقبضوا لهم شهادة تبريز والحبس هذا قتل ذو المجرمين الحبس الموريتاني ما شنو عددهم لين كردو فهم يوم يومين والله ذات الشهر الله أربعة لين تصاربوا منه تماك على فلم بجين تصادف واحد منهم ما أدري كيف تمام ما فيها لا قضاء ما فيها لا داخلية لا خارجية فيها جماعة فهمتهم سيطرة على ثروات تتقاسمهم بيناتها وزير الداخلية اللي حالا قالوا عنه قاض الشمطرابات الدمية اللي شور البوادي طبعا يا موريتانيا يكون قدها شعب محقور انت الاجنبي يجيك فهم فرضك يحقرك همك عن منظومة فهم من الفساد قايمة فيك فهم ما تحقرك ما تطفقك ما توكل حيوانك انت لا تشوني وعندك ثروات هو تشوني نيش باقي من بلجيا وعنده خيرات مولانا ينقبضوا منه ينخبط على الراس نحن مالنا الشعب علاش نقول لكم عندنا مالنا الشعب؟ لان مبين وحدين بالالاف اللي عادوا قاعدين مئات الالاف كلهم ما هو عارف حقوقه وثاني يلم عادوا المقاصليه اللي يتعاقبوا عليه يوميا ويجيك واحد يقول لك انا امضيته في خدمه الوطن انت الوطن ارزيه ارزيه اللي جبرك انت ارزيه الوطن انت من هو اللي خدمت الوطن؟ الوطن قاعد حد خدمه كاملين دور جو فيكتري يكتري بدور كامل كلكم من دار عليه حبل من الشقة ينزل في اكثر يكتري انتم ترخموهم على رؤوس ولعنوه يعني يعقب مولانا ان شاء الله ربنا يملاها عليهم بالحمم وبالحميم والافاعي والعقارب وفي ذي الدنيا يا الشعب الموريتاني عرفوا عن ما تجبر النخوة والفخر والعزة ولا تجبر لا حول ولا قوة إلا بالله ما تجبر العزة إلا بالتفاني ولا قاعد لا أتمنى قاعد من الشعوب التفاني ولا هي الشعوب التضحيات نشب فمك لا تلا حد من المسؤولية يسمع منك كلمة جنن جنوا بيها سكت فمك تاني أتمنى لك مناصر الحق لا تدمعين على الفساد طبعا جرائم مالي 35 وخلا ينبالعهم الماس هذه هذوك هم مكلومين ما يتكلم عنهم حد حب لا رئاسة وبلا وزارة خارجية ولا بلا وزارة داخلية الخرق منين حدودكم راعيها دول الناس يأكلوا ما عندكم الكونتينرات يشوفهم على ميناء صداقة مردة كان شيء لم يكن حتى عن لكن هناك اتصالات الراديو هم في كندا يتكلموا عنها يتكلموا عنها هون ونحن موريتانيا ما يتكلموا عنها خليك واحد حالا معدلين في لا هاي رواية النوع في القضية يحقوا فيها موريتانيا ما 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 هذا ما يعنيها الناس اللي شهر سابق ذاك انقتلوا هم اللي مذبوحين بنفس الطريقة لعنة الله على القوم الكافرين لعنة الله على من استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة الله يا مولانا ريحنا منكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.